كما تبعت معنا تم يعني عملية انتخاب السيد رئيس مجلس النواب الجديد. الفريق اللي أسسناه مع الاتحاد الدستوري اليوم واللي احنا كحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري أسسنا فريق مشترك، قررنا التصويت على السيد رشيد طلبي العالمي والمساند ديالو، لان كنعتقدوا على ان رجل اللي عنده خبره، اولا مر كرئيس مجلس النواب في واحد الحقبه، رجل اللي عنده تجربه كذلك كبرلماني واللي عنده تجربه كمسؤول وزاري. فاذا عده امور جعلتنا لاننا نقتنعوا باش نصوتوا على السيد رشيد طلبي العالمي كرئيس لمجلس النواب. التصويت ما جاش عن عبث، ولكن كان بقناعه، لان كنعتقدوا على انه واحد الفتره ديال الولايه السابقه كنا في فريق مشترك مع التجمع الوطني الاحرار، وكنا يعني كونا فريق مشترك في مجلس النواب في 2016 2021، فاعتبرنا على انه ما يمكننا الا نكونوا في المسانده واننا نصوتوا على السي رشيد طلبي العالمي، اللي انا متيقن انه غادي تكون قيمه مضافه بالنسبه للبرلمان المغربي وبالنسبه للتشريع، وغادي يكون كذلك فرصه لي يعني مراقبه الحكومه الجديده عزيزه خنوش باش يكون واحد العمل منسجم متكامل، لان كاين انتظارات كبيره والمواطن المغربي كينتظر الكثير من هذه الحكومه ومن هذا البرلمان. فنتمناو على ان الافاق تكون كتبشر بالخير، وعلى انه البرلمان ينكب على يعني مشاريع قوانين اللي تكون اساس فيها هو مصلحه المواطن المغربي، لاننا كنعتقدوا اليوم على انه من الناحيه الاجتماعيه كاين هناك عمل كبير كينتظر البرلمان وكينتظر الحكومه. فنتمنى على اننا نتوفقوا في هذه المهمه هذه ديالنا ان شاء الله.